تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح السعادة وصباح الأجواء الإيمانية، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما نقول بأن الشعور بالسعادة مستمعينا والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة مستمعينا دائما أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء بأن أول فقرة هي فقرة الأخبار العالمية والمحلية، واليوم عنوان الخبر أمريكا: تطعيم 90,000 حامل ضد كورونا. بناخذ تفاصيل هذا الخبر إن شاء الله لاحقا. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، ومع المستجدات بتكون معنا الأخت الزميلة أسماء الجناحي. أما فقراتنا لهذا اليوم فقرة مستجدات أيضا كوفيد-19 وتحت عنوان تطعيم المرضعات والمقبلات على الحمل، اليوم بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة منى تهلك والمدير أيضا التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن هاي المبادرة اللي فتحت هيئة الصحة بدبي مؤخرا، هذا الباب، باب التطعيم ضد كوفيد-19 لفئة المرضعات والمقبلات أيضا على الحمل، وهذا ضمن طبعا مساعي الحثيثة والمتواصلة من هيئة الصحة بدبي لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوقاية لديهم. أما فقرتنا الأخيرة اليوم أيضا وبنكمل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة، وأيضا بنركز في المساجد وصلاة التراويح بالأخص، بتكون معانا اليوم أيضا بتكون معايا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا حديثنا معها بيكون عن الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات أيضا الخاصة المتعلقة بالأماكن العامة لحماية أفراد المجتمع من كوفيد-19، وبنركز في حديثنا معها عن الإجراءات الخاصة بالذهاب إلى المساجد وبالأخص صلاة التراويح، وأيضا بنتحدث عن التدابير الاحترازية في هذا الموضوع وأهمية أيضا الالتزام بهاي الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا. فهاي عفوا يعني مواضيعنا لهذا اليوم. بناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية أختي أسماء، وألف مبروك، تفضلي. أحفظك، شكرا. بداية نتكلم عن
النشاط اللي كنا حاضينها في قنوات التواصل الاجتماعي، منها النصيحة اليومية. نصيحتنا أمس كانت عن النوم في شهر رمضان، دائما ننصح أن نحن ننام 7 ساعات. صح الواحد يعني أغلب الناس تحب تسهر في رمضان، لكن السهر حلو والصحة أحلى، فنتمنى أن الأشخاص على الأقل على الأقل ينامون 7 ساعات في اليوم، ويفضل أن أغلب الساعات هاي تكون خلال فترة الليل. في حال أنه ما قدر يكملون 7 ساعات في الليل، ممكن يكملونها على الأقل أناق، يعني أناق ساعة، بس مو بأن 7 ساعات يستمرون الصبح. هاي من ضمن النصائح اللي كنا حاطينها. أيضا كان هناك عندنا مبادرة مستمرة في خاصة بأخذ الاقتراحات من الجمهور، وهي اسمها حفاد الإبداع. أنت كنا حاطين النشرة نطلب فيها من الجميع تقديم الأفكار والمقترحات حول خدمات الصحية الخاصة بالأمراض الغير السارية في ظل جائحة كورونا. ممكن الأشخاص يسجلون اقتراحاتهم وأفكارهم من خلال رابط سجست دبي، يسمون الاقتراحات الإلكترونية والاقتراحات الحكومية الإيسجست. نعم. موجودة أيضا نحن قناة التواصل الاجتماعي حاطين الرابط، وسيتم تكريم أفكار الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية من قبل هيئة الصحة. أيضا بس نذكر بأن آخر يوم لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارية 30 أبريل في 2021، اللي هو خلال نهاية هذا الشهر. فنتمنى من الجميع اللي عنده أفكار، لأن مقترحاتهم أفكار الجمهور راح تساعد، خصوصا أن الخدمات هي مقدمة لهم. فكل ما كانت الاقتراحات لنا من الجمهور، كل ما قدرنا نطور في خدماتنا. هاي الفكرة أو هاي المبادرة حفاظ الإبداع دائما تركز على أخذ الاقتراحات المجدية من قبل الجمهور. أيضا من ضمن الأشياء اللي وصلت قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص الأسئلة، مجموعة من الأشخاص يسألوننا عن إذا كانوا حاملي إقامة إمارة أخرى هل يقدرون يأخذون التطعيم. نحب نذكر بالفئات المستهدفة، هي الحاملي المواطنين في كل الدولة، الإماراتيين في كل الدولة، الحاملي إقامة دبي من المقيمين، حاملي إقامة إمارة أخرى إذا كانوا مقيمين في دبي وهم 60 سنة فما فوق. الفئة الخدمة هي تصح لا توفرها اللي عندهم فيزا زيارة، هي فقط للمقيمين حاملي إقامة دبي أو 60 سنة فما فوق وحاملي إقامة إمارة أخرى مقيمين في دبي والمواطنين. هناك أيضا خدمات نحن أيضا ننصح خصوصا الكبار السن اللي ما أخذوا التطعيم إنه يأخذون التطعيم. هناك خدمات يوصل التطعيم لين البيت. فنتمنى الأشخاص، نحن دائما من خلال برنامج الصحة والسعادة الأطباء يدخلون يتكلمون عن الأمراض وأخذ التطعيم، فنتمنى من الجميع أن يكون عندهم الطاقة هاي أن يأخذونها، خصوصا كبار السن أنهم غالين علينا وايد مهم أنهم يأخذون. فاللي ما أخذ يعني نتمنى أن عيالهم يشجعونهم ويطمنونهم أن جميع تطعيمات الدولة آمنة للجميع. تقريبا هذه الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، اليوم حديثنا عن التطعيم، المرضعات والمقبلات على الحمل، وأيضا عندنا موضوع آخر عن الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة والمساجد. بعد الفاصل بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاها عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالأماكن العامة، وأيضا الخاصة بصلاة التراويح والمساجد، وأهمية أيضا الالتزام بهاي الإجراءات والتعليمات للتصدي لفيروس كورونا. خلكم يانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا مستمعين الأعزاء اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة، وبنركز في حديثنا عن الأماكن العامة وأيضا المساجد. ومثل ما تعرفون بأن وضعت الجهات الصحية في الدولة بما فيها طبعا هيئة الصحة بدبي حزمة من الإجراءات والتعليمات الاحترازية المتعلقة بالأماكن العامة لحماية أفراد المجتمع من كوفيد 19، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا مع السماح بالصلاة في المساجد وصلاة التراويح على وجه التحديد. للحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء وتفاصيل أكثر، يشرفني تكون معايا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صباح الخير. صباح النور عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة بالنور والعافية. الحقيقة يعني ضمن يعني الإجراءات الوقائية والاحترازية وحزمة الإجراءات اللي تم وضعها الحقيقة من الجهات الصحية في الدولة الخاصة بالأماكن العامة، وأيضا يعني الذهاب للمساجد وصلاة التراويح، حابين دكتورة بس تعطينا نبذة عن مجمل الإجراءات الوقائية المعتمدة بخصوص الأماكن العامة. طبعا يعني أولا أنا حابة أذكر الجميع أن هذا رمضان شوي مختلف عن رمضان اللي طاف. الحمد لله يعني هاي السنة إحنا نقدر نتزاور ونقدر نخرج للأماكن العامة، مو مثل العام الفايت. فلكن مع استمتاعنا بهذا الشهر الفضيل، أنا حابة أذكر المستمعين أن إحنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد 19، وما زال علينا أن إحنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي كنا نمارسها في السنة اللي طافت. من ضمن هذه الإجراءات الاحترازية، الإجراءات اللي لازمهم يتذكرونها أثناء ذهابهم للتجمعات العامة والأماكن العامة، أول شيء دائما وأبدا اللي عنده أي أعراض أنا دائما أقول له خليك في البيت. صحيح. لا تطلع، عشان أنت أولا عشان أنت تحمي نفسك، لأن الشخص اللي عنده أعراض يحتاج الراحة اللي الجسم عشان يتجاوز المرض اللي هو فيه. وأيضا في نفس الوقت إذا لا سمح الله كان يعاني من أعراض وطلع عنده كوفيد 19، بهاي الطريقة حمى الآخرين أيضا من التقاط العدوى منه. فدائما وأبدا أقول اللي عنده أعراض أفضل أنه ما يذهب لهذه الأماكن، ما يذهب لهذه التجمعات، يلتزم لي في البيت إلين ما حالته الصحية تتحسن. ثانيا أذكرهم بالمثلث الذهبي اللي دائما وأبدا لازم يمارسونه وين ما كانوا. صحيح. أول نقطة في مثلثنا الذهبي حفاظهم على التباعد الجسدي بينهم وبين الآخرين. الكثير منا ينسى هذه النقطة، خصوصا لما أنت تشوف أصدقائك اللي ما شايفينهم من فترة، تنسى أنك أنت لازم تحافظ على مسافة كافية بينك وبينهم. حتى ولو الكثير الحين قاعد يقول أنا ما أخذ اللقاح خلاص أنا صرت في السيف سايد، أنا أقول لهم حتى لو أنتم كلكم ماخذين اللقاح حافظوا على هذا التباعد الجسدي بينكم وبينهم. وبعد نقطتنا الثانية حفاظكم على نظافة إيدينكم طوال الوقت بالماء والصابون بالمعقم، أكثر المعقمات الموجودة بالأحجام وأشكال مختلفة. صحيح. دائما احتفظ بمعقمك معك، إذا يمكن سبحان الله المكان اللي رحته ما عنده معقم، على الأقل أنت عندك معقمك، حافظ على نظافة يدينك، وخصوصا لما أنت تلمس الأسطح المكشوفة هذه حافظ على نظافة يدينك طوال الوقت.
ونقطتنا الثالثة في مثلثنا الذهبي اللي هي ارتداءنا للكمامات. وأنا دائما أشدد وأنوه الكمامات ارتدوها بطريقة صحيحة، ما شيء فايدة من ارتدائك للكمام إذا أنت ما كنت ترتديه بطريقة صحيحة. صح. الكثير لما يسولف مع أصدقائه ينزل الكمام وينسى عمره، أنا أقول لهم يعني ما في فايدة من هذا الإجراء. فكرة الكمام أنه حمايتك وحماية الآخرين من انتقال العدوى إذا لا سمح الله واحد فيكم كانت عند أعراض كوفيد-19. إلى جانب مثلثنا الذهبي أيضا نذكر المستمعين لما يذهبون للأماكن العامة، إذا شفتوا مثلا مكان وايد مزدحم وايد مكتظب الناس غير وجهتكم، مكثر الأماكن والاختيارات عديدة ومتنوعة، إذا شفتوا هذا المكان شوي مزدحم غير وجهتكم إلى مكان أقل ازدحاما، وهذا المكان ردوا له في الوقت اللي هو ما يكون فيه زحمة. صحيح. أيضا بعد أنوههم في التجمعات، إذا شفتوا المكان لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ما فيها أي مانع أنك أنت تذكر الشخص بالتزامه بالإجراءات الاحترازية. وبعد الجهات المعنية حثتنا على أن إذا إحنا شفنا أي تصرف مخالف للتعميمات الصادرة من عندهم أن إحنا لازم نبادر ونبلغ هذه الجهات المعنية بهذه المخالفات أيضا. صحيح. وبعد لما إحنا نروح للأماكن المقاهي والمطاعم، إحنا نتذكر أن إحنا أولا نحافظ على مسافة كافية بين الطاولات، ما نتشارك المأكولات والمشروبات بيننا وبين الآخرين، نحاول نظام الدفع أن يكون بالفيزا، ما ندفع بالكاش قدر المستطاع، نظافة إيدينا، نتأكد أن إحنا أيضا نحافظ على بعد يعني أنا استغل الفرصة وأذكرهم أن أيضا حاولوا تحافظون على نمط حياة صحي، لأن أنتوا بحفاظكم على نمط حياة صحي تعززون مناعتكم، والمناعة تلعب دور كبير في حمايتكم من المرض، وأيضا إذا لا سمح الله ياكم المرض في مكافحة المرض أيضا. هذه بشكل مختصر بعض النصائح اللي شخص لازم يتبعها أثناء تواجد في الأماكن العامة. صحيح. دكتورة هند، أيضا يعني إذا بنتحدث معاك عن حزمة الإجراءات الوقائية والتعليمات اللي وضعتها الحقيقة الجهات الصحية في الدولة الخاصة بالمساجد لو نتكلم في هذا الموضوع، وأيضا الخاصة بصلاة التراويح على وجه التحديد. طبعا احنا نلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص حضور الأشخاص لأماكن الصلاة. أحاول أختصر النقاط قدر المستطاع. أولا يعني التزم بالمدة الزمنية اللي سامح لك المسجد أنك تقضي فيها، حاولوا أنكم أنتم ما تتجمعون قبل وبعد أداء الصلاة. التوزيعات العينية، الصدقات اللي أنتوا كنتوا تدفعونها قبل، حاولوا أنكم أنتوا ما تسوون هذا التصرف الحين الجهات المعنية في العديد من الخيارات أنك أنت تقدر تتصدق بمالك، تتصدق ببعض المصاحف، هذه كلها إلجأ إلى الجهات المعنية عشان أنت تقوم بهذه الصدقات. احضر سجادتك الخاصة، لا تشارك سجادتك مع أي شخص آخر، حافظ على ارتدائك لكمامك أثناء أدائك أيضا للصلاة، وأيضا يعني حاولوا قدر المستطاع تحافظون على التباعد الجسدي اللي المسجد محددة بين كل مصلي والآخر. هذه بشكل عام أهم النقاط اللي الشخص لازم يلتزم فيها أثناء تواجده في المساجد لأداء صلاة التراويح. صحيح. أيضا دكتورة، من المواضيع اللي دائما يعني نحب أن نحن نذكر فيها مستمعينا الكبار، مستمعينا الأعزاء عفوا، عن كبار السن دكتورة هند، وأيضا التعليمات الخاصة اللي تم تحديدها لحمايتهم من كوفيد-19 لو نذكر مستمعينا في هذا الموضوع.
طبعا كبار السن لازم يحتاطون احتياط شوي اكثر عن الباقين بحكم حالتهم وبحكم عمرهم، لان احنا نعرف انهم يعتبرون من الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمضاعفات المرض اذا لا سمح الله ياهم المرض. اولا اذا ما اخذوا اللقاح يبادرون باخذهم للقاح، يتجنبون الذهاب الى الاماكن المكتظه بالعديد من الاشخاص في التجمعات الأهلية، يذكرون أهاليهم أن إحنا نفضل أن أنتم تسلمون علينا من بعيد، نفضل أنكم أنتم ما تقومون باحتضاننا وتقبيلنا، حافظوا على مسافة كافية بيني وبينك. يعني حلو أن كبير السن يكون واعي بالإجراءات الاحترازية، واعي بالظرف الراهن، وأيضا هو ما ياخذ بخاطرة إذا الأشخاص الآخرين اتخذوا بعض الإجراءات الاحترازية عشان صحتهم وحفاظهم على سلامتهم. صحيح. دكتورة هند العوضي، شكرا جزيلا لك، والحقيقة يعني جهود كبيرة في موضوع يعني التوعية والإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية أفراد المجتمع خلال المرحلة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل عام. شكرا لك وشكرا لفريق العمل معك، ويعطيك ألف عافية دكتورة هند. يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا دكتورة هند. مستمعينا الأعزاء، بناخذ وياكم فاصل، وموضوعنا بعد الفاصل بيكون عن تطعيم المرضعات والمقبلات أيضا على الحمل، وبتكون معايا الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. بإمكانكم التواصل معنا مستمعينا على 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. بناخذ فاصل وبعد الفاصل بنكمل حديثنا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، فتحت هيئة الصحة بدبي مؤخرا باب للتطعيم ضد كوفيد 19 وخاصة لفئة المرضعات والمقبلات على الحمل، طبعا ضمن مساعي هيئة الصحة بدبي الحثيثة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوقاية لديهم. وجاءت هذه الخطوة المهمة ضمن الإجراءات الجديدة للتطعيم، وأيضا بالتوافق مع تطور البروتوكولات المعمول بها عالميا، وحرصا طبعا من هيئة الصحة بدبي على توسيع أيضا نطاق حملة التطعيم. لمزيد من المعلومات مستمعين حول هذا الموضوع المهم والرد على الاستفسارات الخاصة، يشرفني أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتورة منى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالسرور يا رب والنور كذلك. شكرا. الله يسلمك دكتورة منى. طبعا احنا سعيدين جدا بوجودك وشكرا لوقتك الحقيقة، يعني أنا أدري أنك مشغولة في المستشفى، هناك الكثير من الأمور، ولكن أيضا يعني الموضوع مهم للحديث عن المبادرة الجميلة هاي، وأيضا يعني تطعيم المرضعات والمقبلات على الحمل. دكتورة، طبعا احنا نعرف أن الفئة هاي يعني كانت من فئة المستثناء من التطعيم خلال المرحلة الأولى، يعني أتوقع، ولكن أكيد هناك أمور استجدت حول هذا الموضوع لإضافة هذه الفئة من ضمن الفئة المستهدفة من التطعيم. حابين نسمع منك دكتورة أكثر حول هذا الموضوع. إن شاء الله. طبعا هي مثل ما تفضلت، دائما المرضعات أو المقبلات على الحمل، هاي الفئة دائما يعني هذا
عالميا وعلميا في بداية يعني أي لقاح جديد يستثنون أو تستثنى هاي المجموعة والعوامل كذلك لسبب واحد فقط، هو أن هل اللقاح آمن ولا لا. صحيح. لأن خصوصية هاي الفئة، أنت تتكلم عن مثلا جنين، تتكلم عن رضيع، تتكلم عن طفل بيوصل له عن طريق مثلا الرضاعة أو عن طريق المشيمة بعض هاي مثلا الفوائد خلنا نقول أو العكس. فعلشان كذي دائما هاي الفئة ينتظرون عليها إلين ما نتأكد أن اللقاح آمن. واليوم اللي استجد طبعا أن ولله الحمد اللقاحات هاي آمنة وما شاء الله يعني انترناشنالي وعالميا أعداد كبيرة 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 خذتها. صحيح. ومن ضمن الفئة اللي خذت، سواء كانت مثلا وحدة خذت اللقاح عقب اكتشفت أنها حامل، أو دراسات تسوت اليوم، تسوت دراسات على الفئة يعني اللي المرضعات والمقبلات، وشافوا إن بالعكس الفائدة أكثر من أي ضرر قد يعني يكون للرضيع. الأجسام المضادة اللي تكونها الأم أو يعني أو الإنسان لما يأخذ الفاكسين، هاي هي اللي تقينا من الإصابة. ففائدتها أن هاي الأجسام المضادة عن طريق الحليب توصل حتى للرضيع، وتفيد أن الرضيع يكون بعد سبحان الله عنده المناعة كذلك. ممتاز، جميل جدا دكتورة. الحقيقة يعني موضوع مهم، وأيضا يعني تم أخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار من قبل يعني هيئة الصحة بدبي لفئة المرضعات والمقبلات على الحمل. دكتورة منى، هل هناك وقت محدد يعني للنساء المرضعات لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19؟ بالنسبة طبعا لقاح اللي هو بتقنية الحمض الريبوزي المرسال اللي هو المسنجر RNA اللي منه الفايزر فاكسين، في أي وقت تقدر تاخذه. صحيح. سواء المرضعة أو اللي مقبلة على الحمل، في أي وقت، ما في تحديد. بالنسبة للقاح السينوفارم، الجايدلاين في الدولة أن المرضعة تاخذه بعد 6 شهور. ففايزر يعني ممكن تاخذ المرضعة أو المقبلة على الحمل أي وقت تبغي تاخذه. نعم طبعا دكتورة، يعني مرات يعني هناك بعض التساؤلات حول موضوع اللقاح، يعني إذا نتحدث بالأخص عن يعني فئة المرضعات أو المقبلات على الحمل دكتورة منى، عن يعني التأثيرات، يعني إذا كانت هناك أي تأثيرات سلبية للتطعيم على الأطفال الرضع. لا توجد ولله الحمد أي تأثيرات سلبية، وعلشان شيء الحمد لله إحنا شجعنا وقررت اللجنة العلمية هنا في دبي أنها تفتح الباب للمرضعات والمقبلات على الحمل، فما في أي آثار سلبية. الآثار اللي هي متعارف عليها اللي تأخذ حتى اللي هي غير مرضعة ومثلا أو حتى فئة الرجال، اللي هو الألم اللي يستوي في الإيد أو الرياكشن البسيط من التطعيم، لكن ولله الحمد لا توجد أي آثار سلبية للرضيع. نعم، وهذا أيضا دكتورة يعني شيء يعني مطمن وأيضا يعني مبشر للمقبلات، على أساس أن هناك أيضا يعني جانب أمن يعني تأخذون أنتم باعتبار دكتورة منى، الجانب يعني الأمن والسلامة سواء كانت الأم المرضعة أو حتى المقبلة على الحمل. نعم، لأن مثل ما قلت لك هو أهم شيء أنه يكون اللقاح آمن، لذلك دائما إحنا في أي لقاح جديد نتأخر شوية على هالفئة بس عشان الواحد يتأكد أنه بالفعل آمن. ولله الحمد بعد ما ثبت هالشيء فتحنا المجال. صحيح.
دكتورة، بالنسبة لي يعني للمقبلات على الحمل، لو نتحدث في هذا الجانب سواء من جانب التأثيرات السلبية أو حتى دكتورة نتحدث معاك عن هل هناك وقت محدد للتطعيم؟ كذلك بالنسبة لهم لا يوجد وقت محدد، يعني نفرض مثلا الوحدة خذت التطعيم وصار حمل بعد مثلا فترة، ما يضرها في شيء إن شاء الله تعالى، وتكون متابعتها هي اللي طبعا مع طبيبتها، ويعني اللي هي تراجع عندها. فنفس الشيء ما يضرها أبدا. الجايدلاينز العالمية في UK وفي أمريكا، الكليات اللي احنا نستند لها طبعا في حتى في هالبروتوكولات كلها تحث ان تاخذها في اسرع وقت ممكن عشان الوقاية من كوفيد، وهذا ما يمنع ان متى هي تحمل او في اي وقت من الرضاعة. وكذلك الاثار السلبية نفسها هي اللي هي الأشياء اللي يعني لوكال مثل الألم مثلا أو كذا، لكن لا توجد آثار سلبية لو إنها حملت على الجنين. نعم دكتورة منى، أيضا عندنا سؤال من أحد الأخوات تقول هل يحتاج أن يعني تراجع الطبيب، يعني إذا كانت يعني هي تتابع مع طبيبتها الخاصة في مستشفى لطيفة، هل تحتاج يعني قبل تراجع الطبيب وتأخذ موافقتها قبل اللقاح؟ وهي يعني تبغي هاي نتكلم عن طبعا وحدة مقبلة على الحمل. هي نعم. لا 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 ما تحتاج. هي يعني إذا مثلا هي تبغي تستفسر وكذا ومعلومات، لكن لا يعني تطلب الموعد عن طريق التطبيق أو الاتصال وتتوكل على الله وتأخذ التطعيم. صح طبعا، أكيد دكتورة منى بيكون يعني إجراءات أخذ المواعيد، لأن كل الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي وأيضا مراكز التطعيم على الاتصال بموعد مسبق، فهل هاي الفئة دكتورة أيضا من ضمن الاشتراطات أو القوانين الخاصة بالمواعيد المسبقة سواء لفئة يعني المرضعات والمقبلات على الحمل؟ نعم نعم، لأن كانت قبل مثلا المرضعة أو المقبلة على الحمل ما كانت تقدر أصلا تكمل وتاخذ الموعد، لأن كان يعني توصل مرحلة وخلاص هذا كان exclusion، بس الآن تقدر وتطلب بنفس الطريقة اللي أي شخص آخر ممكن ياخذ الموعد. صحيح طبعا دكتورة منى، يعني المبادرة تعتبر يعني مبادرة جميلة وأيضا تتماشى مع البروتوكولات العالمية الخاصة يعني تطعيم الفئة الخاصة هاي من المرضعات والمقبلات على الحمل. دكتورة لو يعني كلمة تحبين أو توجيه رسالة محفزة على التطعيم لفئة المرضعات والمقبلات على الحمل خلال المرحلة القادمة؟ أحب طبعا أطمئن الكل وشجع أن بالفعل يعني أخذ اللقاح هذا جدا جدا ضروري للوقاية، وإحنا اليوم نقول الوقاية خير من العلاج، وثبت أن الحمد لله اللقاح هذا آمن وما في خطورة على الرضيع أو الطفل. فلذلك أشجع أن كل مرضع، كل امرأة مقبلة على الحمل تتوكل على الله وتأخذ إن شاء الله هذا اللقاح. نعم دكتورة، قبل لا نختم عندنا أيضا سؤال من أحد الأخوات، هي تقول هي حامل يعني حين في الشهور الأولى، وفي العادة تستوي لها مشاكل يعني في الشهور الأولى من الحمل، شو تنصحينها في هذا الموضوع؟ طبعا تراجع طبيبتها المختصة في هاي الأمور. الشهور الأولى جدا مهمة، لأن الجنين سبحان الله يتكون في أول 3 شهور، فمراجعة الطبيبة جدا مهم. وإذا كان هي سؤالها بالنسبة للتطعيم كذلك، نعم. يمكن الفترة هاي هي اللي إحنا نتفادى فيها لأن تكون الجنين، بس بعد 3 شهور ممكن، بس هذا هني اللي بتحتاج هي دكتورتها والاستشارة وكل هالأمور. نعم
دكتورة منى تهلك، حديث شيق الحقيقة. شكرا جزيلا لك دكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. حقيقة دكتورة نحن نحب أن نستغل يعني وجودك معنا اليوم، نشكرك الحقيقة جزيل الشكر والتقدير على خدماتكم المميزة في مستشفى لطيفة بدبي، وأيضا في باقي مستشفيات هيئة الصحة بدبي الخاصة بأمراض النساء والولادة. الحقيقة نحن بشكل أسبوعي عندنا ضيف طبيبة من مستشفى لطيفة، ونتحدث عن الخدمات المميزة اللي تقدمها أو يقدمها مستشفى لطيفة خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. وخلال المرحلة هاي دكتورة هناكي يعني سياسة جميلة الحقيقة منكم في تقديم خدمات شمولية لمتعاملين مستشفى لطيفة. شعرنا هذا الشيء الحقيقة بأن اليوم توجهكم دكتورة توجه يعني تقديم خدمات لا تختصر فقط على الجانب العلاجي يعني بين المريض والطبيب، ولكن عندكم توجه استراتيجي بأن الشخص المريض يتلقى خدمات شمولية، الجانب العلاجي والجانب التثقيفي والجانب الدعم الاجتماعي والدعم النفسي، بحيث أنه يكون الشخص يتلقى خدمة متكاملة ويتم دعمه أيضا بالأمور وبالمعلومات اللي يحتاجها على أساس أنه حتى هو يكون يقدر يدير حالته بشكل ذاتي. نعم جزاك الله خير، وبالعكس هذا واجبنا وهدفنا أن نتميز إن شاء الله في نعم. تقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا. شكرا لك دكتورة، شكرا لوقتك الحقيقة، وشكرا لفريق العمل المبدع معك في مستشفى لطيفة، ويعطيك ألف عافية دكتورة منى. الله يعافيكم. شكرا. مستمعينا الأعزاء، يعني مثل ما ذكرنا في مواضيعنا لهذا اليوم، سواء موضوع التطعيم لفئة المرضعات والمقبلات على الحمل مثل ما قالت الدكتورة، أن هاي طبعا مبادرة، وأيضا باب آخر للتطعيم ضد كوفيد 19 لفئة المرضعات والمقبلات على الحمل ضمن مساعي هيئة الصحة بدبي الحثيثة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوقاية لديهم. ومثل ما ذكرت الدكتورة منى بأن الموضوع هذا ضمن يعني تطور البروتوكولات المعمولة بها عالميا، وتحرص دائما هيئة الصحة بدبي على توسيع نطاق حملة التطعيم. أما حديثنا كان مع الدكتورة هند العوضي بالنسبة لي يعني الاهتمام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالأماكن العامة، وتحدثنا معها أيضا بالنسبة للذهاب إلى المساجد. فمن الضروري جدا مستمعينا الأعزاء التقيد بهذه الإجراءات، وأيضا يعني لي يعني تقليل العدوى وانتشار فيروس كورونا. قبل لا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، دائما أحب أني أعطي بعض النصائح الخاصة أو خلال شهر رمضان المبارك بشرب كمية، لا ننسى شرب كمية كافية من السوائل لنعوض أجسامنا بالسوائل من خلال الماء، وأيضا من خلال الخضروات والفواكه الطازجة، ودائما الابتعاد عن الأطعمة العالية بالزيوت والسكريات، والابتعاد طبعا دائما عن تناول الأكلات التي تحتوي على الأملاح العالية، وأيضا عدم الإفراط في تناول الكافيين، وأيضا دائما ننصح بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا. مع هاي النصائح مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أشكر فريق العمل المبدع معي كان اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وتقبل الله إن شاء الله طاعتكم.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.